كم انتم يتحقتوا بينا في الاستماع للنازل اللي يتفرج فينا تسمع فينا على الشين يوتيوب بتاعنا اكسبريس اف ام. نحكيو توا على مقابله البارح بين الترجي الرياضي التونسي والمريخ السوداني، مقابله وفات 1-1 في اللحظات الاخرانيه، عادلت المريخ السوداني بضربه جزاء. البارح زاد شباب والوزداد الجزائري ربحها الزمالك المصري 2-2 ولحد الان. دونك بالنسبه للمجموعه الترجي، ترجي في الصدارة 10 نقاط، المرتبة الثانية شباب بلوزداد 9 نقاط، المرتبة الثالثة المريخ 5 نقاط، والرابعة الزمالك المصري 4 نقاط. خلينا نرجعوا بالحديث على المقابلة هذه، على المجموعة ككل، كيف شافها المحلل الرياضي طارق المسعودي. مرحبا يا طارق على الاكسبريس اف ام. مرحبا أسامة، تحية ليك، تحية مسامة اكسبريس. خلينا نبداو من ممثل الكرة التونسية في الشامبيونز ليج الافريقي الترجي الرياضي التونسي، كيف شريت مقابلة البارح طارق؟ قبل ما نحكيو على الترجي ساعة نحكيو على فما 3 مدربين موجودين في دور الربع النهائي، معناها ما نجموش ما نتكلموش عليهم. تحية كبيرة لنبيل معلول، منظر كبير، ونبيل كوكي اللي هذايا ميساج لبرشا عباد، وحاجة بوزيتيف على الآخر، يعني تعطي أكثر معنوية كرة قدم تونسية اللي رانا ديما احنا كنا سباقين، وخاصة كمدرسة نتاع تدريب المدربين التونسيين ديما موجودين ومشهود لهم بالكفاءة. كي نراو 3 مدربين في الدورة النهائي، معناها حاجة فيها فيرتي كبيرة، معناها هذا حبيت نبدا به. صحيح، وانا حتى بعد الحديث على الترجي كنت باش نرجع له الموضوع هذا، لكن خلينا نزيدوا نحكيو فيه شويه معك انت طارق. ما تصيرش ديما معناتها الحاجه هذه، كي نلقاو 3 مدربين من نفس البلاد موجودين في ادوار متقدمه في كؤوس كيما تشامبيونز ليج الافريقي، خاصه في ظل فما حمله مش بريئه اسامه على المدرب التونسي، خاصة نحكيو على الشقيقة الجزائر. شفنا بلاتويت، شفنا محلين، فما هجوم، فما تهجم، معناها ماهوش معروف علاش، معناها ما فماش علاش على المدربين التونسيين. يعني نبيل كوكي فرض روحه وعمل نتائج في شباب بلوزداد رغم الضغط ورغم اللي ككاليتي، معناها الجوهرات اللي عنده ما فماش حاجة كبيرة برشا، لكن افيك سا شفنا اللي نبيل كوكي رغم الظروف اللي يخدم فيها ورغم الضغط مسلطينه عليه نجح باش يكون في الدوري الجاي. سي نورمال، مش كل واحد كي ترى انت الرجال المغربي، معناها اكبر جمعيه في المغرب، جمهور وتاريخ كل شيء، تلقى مدرب تونسي راني فيها ومتالق، معناها ما غير لا كادويت ولا حتى شيء، معناها مشى فرض روحه وعمل 4-4 في الـ في الـ في المجموعه، وترشح معناها كأول فريق ترشح لدور الربع النهائي. نبيل معلول مش جديد عليه، نبيل معلول هذا الشامبيونز ليج 2011 مع الترجي، ولنا منتخبات، ولنا منتخب تونس الأكابر، لكن كي تراهم 3 مع بعضهم في دور الربع النهائي حاجة كما قلت أنت ما تصيرش ديما، وحاجة باهية برشا، معناها تعطي تعاود ترفع الأسهم نتاع المدرب التونسي في شمال أفريقيا ولا في العالم العربي بصفة عامة، اللي احنا ديما كنا سباقين وكنا في الرياده وما زلنا في الرياده، وان شاء الله ان شاء الله لا 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 نستناو القرعه، وان شاء الله المدربين نتاعنا يكونوا منهم على الاقل واحد اذا كان مزدوج في الدور النهائي، وبالطبيعه بالتوفيق للمدرب نبيل معلول، نبيل كوكي، ومنظر كبير. واضح. خلينا نرجع لمقابله الترجي والمريخ السوداني، رينا فيها كل شيء البارح معناتها مقابله الترجي والمريخ، بالرغم اللي تحس الترجي البارح في مقابله المريخ بالتجربه لولا صارت الهفوات. والله الترجي ما عملش ماتش كبير وهذا مفهوم، معناتها الترجي البارح حاش بنقطه كان لازم ينتصر. شفنا الهفوة نتاع بوشنيبة وورقة الحمراء تدخل في الخبرة، وملاعب بمجال صغير وإن شاء الله يتعلم منها اللقطة ذيك، لأنه في أدوار أخرى ولا في مباريات أخرى تكون سومها معناها غالي برشا. الترجي جار الماتش البارح، معناها حتى شفنا الشونجمون نتاعو ظاهر اللي معناها حاجته بالتعادل، نقطة تعادل تعديه. البارح الترجي بكثروا تروا معناها كالعادة، زي معز في الكاج ودو سنترو توجي ومريح، بوشنيبه على اليمين وبن حميد على اليسار، رجع بوشنيبه، 3 في الوسط
محمد علي بن رمضان كالعاده فرسني كوريبالي مايكل ميري خذيب دار الشعلاني اللي تدرب وقدام محمد علي بن حموده وحمد الهوني وصابر بوغرين دونك بريسك التشكيله الاساسيه معناها 80 90% من التشكيله الاساسيه اللي الترجي يلعب بها كي يبدا حشو بالمباريات لكن خبره الترجي والبدايه القويه نتاع الترجي في المجموعه هي اللي خلته توا مرتاح وهي اللي خلته باش يتعدى معناها في المرتبه الاولى بكل اريحيه وهذا بطبيعه لكن جاي اصعب الماتشات الجايين اصعب الدور الجاي اصعب المقابلات اللي المنافسين اللي مازالوا اصعب تعرف المره الجايه معناها انكار اللي روتور يلزم برشا حذر يلزم الملاعبين يردوا بالهم يلزم الدفاع يرد باله يلزم المهاجمين يستثمروا لو ماكسيموم من الفرص اللي تجيهم لكن الترجي ماهوش في احسن حالاته معناها في فنيا وحتى من الكاتير تاع اللاعبين خاصه في القدام اذا كان نشوفوا باستثناء حمد الهوني اللي يمر بفتره كبيره برشا باقي يلزم بن حموده يزيد اكثر شويه معناها بالنيفو ذاك معناها ما ينجمش يعاون الترجي بالكدا يلزم يزيد اكثر بن عيات البدري ولو نعرفوا ملاعب يدروا قدام الكاج وملاعب حاسم ملاعب عنده خبره كبيره برشا لكن بدني شفناه ما نجمش يلعب في الماتشات الكبار معناها 90 دقيقه معناها ماهوش حاضر 100% لكن كي يدخل ولا كي يعمل نص ساعه ولا كي يعمل ميتون ينجم يكون حاسم دونك اللي حبيت نقوله اللي تعدى حاجه واللي جاي حاجه كومبليتمون والترجي يعرف شيء هذا اكيد والمدرب نبيل معلول شفت انا البارح شويه غضب على تعرف احنا ولينا ياسر اكزيجون جماهيرنا اللي تحب الاداء والنتيجه ماهيش الوضعيه كنشوفوا الزمالك خرجت كنشوفوا الاهلي معناها تنجم تخرج من الدوره هذه دونك صعبت الامور والمستوى تقارب برشا في افريقيا مع الفرق الكل دونك كل انتصار بحسابه كل نقطه بحسابها واكيد ترجي في معناها لازم تحضيرات خاصه على مستوى التركيز على مستوى معناها استغلال الفرص في الدور الربع النهائي لانه مش يجيو معناها منافسين من عيار ثقيل معناها بارتير من دور الربع النهائي مش تلقى منافسين ممتازين حتى منافس تعدى معناها متوسط والا اقل متوسط كلهم بريسك فرد نيفو فيهم فرق ممتازه جدا شفنا سان داونز اليوم معناها لعبت 100% وعملت انا وكانت ممكن تنتصر على الهلال السوداني معناها رغم الناس اللي حكيت على حسابات وممكن انهم تتراخى سان داونز باش الاهلي تطيح باش ترتاح منها في الادوار الجايه لكن معناها ثقه كبيره للفريق الجنوب افريقي هذا برشا فلوس برشا ملاعبيه كاليتي كبيره مدرب الاجواء في سان داونز كبيره برشا دونك مش نشوفوا دور ابارتي من دور الربع النهائي نشوفوا مباريات كبيره ممكن عكس الكل الشامبيونز ليج تاع سنتين ثلاثه اللي فاتوا. واضح معناتها خلينا نحكيو شويه خلينا نختم معاك لهنا طارق المسعودي على بقيه منافسين الترجي بلوزداد والمريخ والزمالك معناتها برشا قالوا اللي الزمالك نقطه استفهام على المردود اللي قدمته في المجموعات المريخ السوداني كيف يمكن شباب بلوزداد مع نبيل الكوكي حاجه اخرى معناتها وريناها زاده في معناتها في مقابلته ضد الزمالك معناتها عدى مقابل كبيره معناتها كان نعملوا ريكاب على المجموعه كيفاش 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 ريتها وهل انه كيف بقيه الاراء انه نقطه الاستفهام امام معناتها الاداء المخيب للامال بالنسبه للزمالك المصري. شوف الزمالك المصري تبع مليح الكره المصريه يمر باصعب موسم ممكن من 7 8 سنين يعني نعرف الرئيس نتاعو مرتضى منصور وطريقة التسيير نتاعو والعصبية نتاعو والتوتر نتاعو والتسرع نتاعو معناها شوف كي نشوف الملاعبين اللي خرجوا من الزمالك معناها الزمالك فريق متوسط على الاخر شنيا معناها زيدوا المشاكل زيدوا الضغط والغضب تاع الجمهور نتاعو حتى الماتش اللي عملوه ضد الترجي معناها ماتش كبير وانتصار وكذا ماتش نتاع رد فعل ماتش نتاع باش يرضيوا جمهورهم ماتش نتاع باش ينقصوا عليهم الضغط لكن فريق متوسط معناها فيه برشا مشاكل فيه برشا ضغط من الجمهور الكاليتي نتاع اللاعبين الموجودين فيهم لاعبين ما نجموش يلعبوا في فريق معناها في وسط الترتيب في مصر مش يلعب في الزمالك ويلعب في الشامبيونز ليج في مجموعه قويه برشا وفي مجموعه معناها تنجم تقلق
زمان كان مش يتعدى كوتيس في مصر، سواء في مصر خرج من الشامبيونز ليج حتى في البطوله ما نفش راهو حاجه كبيره وبرشا مراجعات، معناها ويلزم يجيبوا ملاعبيه، لانه الملاعبيه هم اللي يصنعوا المجد بتاع الفريق، الملاعبيه هم اللي يجيبوا الانتصارات ويجيبوا الالقاب. شفنا التصرف نتاع مرتضى منصور اللي بصراحه ما بدعايه انه ما يكبر في عينه حد وانه الزمالك فوق الناس الكل، الكلام نتاع الشعبويه اللي ما يوصل لحد شيء، وهنا شفنا معناها الاثر نتاعو كان مباشر على الزمالك اللي ولا فريق اقل من عادي رغم المجهودات اللي عملها من المدرب ولا الملاعبين الموجودين، لكن بعد برشا الملاعبين اللي خرجوا ما تعوضوش معناها حتى باقل من 30% من المستوى نتاعهم. بالنسبه لبلوزيد كيف كيف راهو فريق متوسط لكن منظم، فريق متوسط لكن فما جدية، فريق متوسط لكن فما خدمة، فما افكار تاع مدرب وفما اونفي تاع ملاعبية. اما فنيا معناها كي تقارنوا بالترجي، الترجي بعيد عليهم برشا، معناها نحكي على الكاليتين تاع الملاعبية، لكن نبيل كوكي حتى البصمة نتاعو رغم اللي ما عندوش نجوم كبار، رغم ما عندوش كاليتي كبيرة كملاعبية، الزمالك المصري معناها بالنسبة لي نون كلاسي ما تحكيش عليها، ماهيش منافس معناها للترجي ولا بالجزيت بالمشاكل اللي كنت نحكيك عليهم، لكن بالوزيت البصمه نتاع نبيل الكوكي والونفي نتاع الملاعبيه راه يبداو ملاعبيه يحبوا يعملوا حاجه ينجموا يعملوها بطبيعه، فما المينيموم نحكيوا عليه فنيا فردي وجماعي بطبيعه. واضح، يعطيك الصحه، بارك الله فيك طارق المسعودي على كل التفاصيل هذه، ومبروك مره اخرى للترجي الرياضي التونسي اللي ضمن الترشح للدور الربع النهائي لمسابقه رابطه الابطال الافريقيه بعد تعادل البارح في ليبيا ضد المريخ السوداني هدف لهدف. من غير زاد ما نساوي ثم ثلاثه مدربين توانسه موجودين في الدور الربع النهائي رابطه الابطال الافريقيه، نبيل معلول مع الترجي، نبيل كوكي مع شباب الوزداد الجزائري، ومنذر الكبير مع الرجاء البيضاوي المغربي. نطوي صفحه الرياضه، يجيب حضرنا عزيز، خلينا نعملوا افونغو للفقرات اللي